لاقام البنات كتهب البنات، راه ناتشيغ فيها كريم ديال ليدتين، فيها شامبوان ابخي شامبوان، كريم ديال الليل، كريم ديال النهار البنات، حليب ديال الجسم البنات، غير اورو 79. راه ناتشيغ البنات شي حاجه اللي رائعه اخوات، راه واعره البنات، راه كتجي هكا مطيشه، كتجي ناتشيغ. وكاينه هذه البنات كتجي من السما بالحبق الاخوات، راه جايه فيها تقريبا الاطر البنات ديال مطيشه، ديري ليها غير اورو 29 البنات الا بغيتي تاخذوها. البنات انا راه كناخذها عن تجربه، راه شي حاجه رائعه لكم البنات. كي دايرين لاباس عليكم؟ كنتمنى يا رب تكونوا بألف خير. المهم البنات اليوم جودي جينا ندير واحد الدويره هكا في ليد الاخوات. المهم على الدخل عجبني هذا الورد هذا البنات، راه دايرين ليه غوميز 14%. كيف كتشوفوا الزوين الشكل ديالو الاخوات، كندير 9.98 وداروا ليه 8.58. المهم وبالنسبه للخضره حطيناها على الدخله. المهم البنات حاطين الليمون كيجيو هكا ديكاجات فيهم 2 كيلو البنات، الثمن ديالهم 4.49 أورو. حط البنات طماط كتجي على هذا الشكل، هذا دي شاسي الاخوات، راه دايرين ليها بروموسيون فيها كيلو الثمن ديالها 4.99 أورو. البنات راه ديال البرازيل فيه 500 غرام الاخوات 4.99 أورو. البعويده البنات هذا البواغ هذا البنات راه فيه كيلو ونص، زوينه كتجي هكا ما كبيرهش، كتجي متوسطه البنات، كيلو ونص الثمن ديالو 2.49 أورو. دي باركيت شاسيات هذو البنات ديال التفاح راه فيهم كيلو ونص، هاي الاخوات كيلو ونص دايرين ليهم 4.99 أورو. هاد لي كاغوط هادو البنات كتجي شاسيه هكا ديال الخيزو البنات، فيها كيلو ونص الثمن ديالها 4.49 أورو. طماط سويس البنات راه من السيمانه اللي فيه سبق ندير لها بروموسيون تاع 500 غرام الاخوات ديال المغرب، الثمن ديالها 4.69 أورو. الاخوات راه رخيصه، راه بغيتي تاخذوها راه باقا برومو. هاد فانطا هادي راه فيها دوليتخ الاخوات، القرعه فيها دوليتخ دايره 4.75 أورو. حاطينهم الاخوات في الدخله هكا دايرين لهم بروموسيون، حاطين هاد فانطا سيترون البنات راه فيها 4 ديال القراعي، وكل قرعه فيها 2 اترو البنات، الثمن ديالها 6.90 أورو البنات، 4 ديال القراعي يعني بحال 8 لتر الاخوات. المهم كوكا ماشي بروموسيون يعني 2.05 أورو فيها 2 لتر البنات. وحاطين هاد اورنجينا كتجي هكا البنات فيها 12 الاخوات، الثمن ديالها 5.69 أورو. الخبز هذا الاخوات راه دايرين ليه بروموسيون، الاول كتاخذيه ب1.15 أورو والثاني كتاخذيه ب57 سنتيم. والشوكولا الاخوات راه الا خديتي 4 كيعطيوك دو 2 غراتوي البنات، 4 2 غراتوي. بالنسبه للغيفاج ديال هاد السيمانه في ليدل البنات، راه كلشي جابوا السلعه ديال الطاليه الاخوات، يعني المهم غادي نبارطاجي معكم شويه من لاغيفاج. المهم جابوا هاد الطرطيات هادو البنات كيجيو على هاد الشكل هذا، هادو ديال الطاليه البنات فيهم 390 غرام، 390 غرام الاخوات، الثمن ديالهم 4.59 أورو. اي البنات هاد لي مطيشه كتكون ناشفه البنات، كينشفوها، هادي راه كيستعملوها بزاف في الطاليان وفي اسبانيا البنات، زوينه هادي الاخوات، يعني كاين اللي كينشفها الراسو. المهم الثمن ديالها 4.29 أورو. هادو البنات جابوهم هكا ديال قالك ديال مطيشه البنات، هاي دوليف وفيها الزيت دوليف البنات، فيها 500 غرام. كاينه البنات هاد الحمراء هادي وكاين هاد الخضراء هادي، شفتوا كاين فيها 2 ديال لي موديل الحمراء والخضراء الاخوات، فيهم 500 غرام، الثمن ديالهم 4.49 أورو. كاين بزاف هكا ديال لي بات ولي صوص البنات. والمهم كاين هاد لي بات هادو الاخوات ديال ديال الفرماج، كاين هادي ديال الفرماج وكاينه هادي ديال الزعفران. شو البنات قال لك 12 دقيقه كتكون واجده، الثمن ديالهم 4.99 أورو. البنات هاد المطيشه فاش هادي حتى هي كاينه فهاد القريعه تاع هادو كتجي هكا كبيره، هادي مطيشه عاديه كبيره البنات، الثمن ديالها 4.99 أورو. كاين البنات طوماط سوغيس حتى هي هكا كتجي من الشفا، شو البنات كتجي هكا في قريعه كتكون زوينه البنات، الثمن ديالها 4.89 أورو. البنات حاطين بزاف هكا ديال لي موديل هكا ديال مطيشه البنات 4.49 أورو. نحاول نوريكم البنات غير من لاغيفاج اللي جايبين، كاين هاد الشوكولات هذا شو البنات الثمن ديالو فيه 380 غرام، 3.95 أورو. كاين هاد حب الملوك هذا كيجي هكا بلاصوص الاخوات، الثمن ديالو 2.99 أورو.
كاين هاد الانشوات هادو كاين هاد الانشوات هادو البنات هادو راه زوينين هادو هاد الانشوات فنين هادو البنات كيجيو في البيتزا انا اكثر كيعجبوني البنات هكا البيتزا وتقطعي دير هكا شي مرصويات من الفوق وشويه ديال الزيت هكا ديرها راه كيكونوا مالحين بزاف انشوات فنين البنات هادو كيجيو هكا قريعات كتجي مالحه بزاف البنات الثمن ديالها اورو 59 الزيتون هذا البنات كيف كتشوفوا فيه 700 غرام الثمن ديالو اورو 99 كيجيو قرعات على هذا الشكل هذا تبارك الله كبيره شو البنات الزيتون ديالها كبير هذا الشوكولا البنات هذا ديال النوازيت فيه 400 غرام الثمن ديالو 2 اورو 49 حاطين هكا دي صوص الاخوات هكا فريمون بزاف ديال لي موديل كيف كتشوفوا هانتوما البنات بزاف ديال لي صوص الثمن ديالهم اورو 59 الرز هذا البنات اللي جاني بحال لما نسم فيه الشامبينيون فيه هكا البصلاش الاخوات المهم هذا ديال الطاليه البنات 2 اورو فيه كيلو 2 اورو 49 لازان هذه ديال الطاليان هانتوما البنات راه زوينه 500 غرام كتجي على هذا الشكل هذا هانتوما الاخوات الثمن ديالها اورو 69 اوف سبيسيال الاخوات زيت الزيتون الاخوات كتجي على هذا الشكل هذا شوف البنات فيها 500 مليلتر البنات ديال الطاليان ها هي البنات زيت الزيتون ديال الطاليان الثمن ديالها 5 اورو 89 بزاف البنات ديال الصوص هكا ديال الطاليان هادو ديال تخوفه مع البنات مع الحبق شوف البنات ديال الطاليان هادو البنات الثمن ديالها 3 اورو 25 الحلوه هذه البنات حتى هي راه ديال الطاليان ديري لها البنات اورو 9 فيها 200 غرام هادي ديال لي بات البنات عجبوني فيهم بزاف هكا ديال اللوينات شو الاخوات ودي موديل هادو البنات راه كيجيبوهم هكا غير في لي زوفر سبيسيال هكا هادي على حساب الوليدات فريمون البنات دي موديل زوينين خصوصا على حساب الوليدات هكا في لي كولور يعجبوهم هكا اللوينات زوينين كاينين دي موديل البنات الا بغيتو تشريو هكا راه كيجيبوهم البنات غير هكا فاش كتكون فاش كتكون دي اوفر سبيسيال ما كيكونوش ديما البنات هاد لي موديل هكا في ليدل وات هاد البنات روز شفت ديال الطاليان فيه المهم قال لك كيطيب في 15 دقيقه البنات ها هي 15 مينيت البنات فيه 2 كيلو الثمن ديالو 9.79 هاد الثومه البنات حتى هي راه ديال الطاليان ديري لها البنات اورو 99 هادي البنات انا عمري ما استعملتها ما عرفتش واش زوينه ولا لا كتجي هكا الثومه البنات مقطعه ومنقي ومنقده البنات اللي مجرباها تكتب لينا واش زوينه ولا لا فريمون البنات كاين هذا الموديل هذا كيجي هكا من السم فيه الربيع وفيه الحبق شوف البنات كتجي ثومه من السما بالربيع والحبق شوف كيجيو هكا مرقدين البنات دير لهم اورو 99 كاين هاد هادي حتى هي هادي هذا شامبينيون البنات حتى هو من السم شوف الاخوات من السم حتى هو ومرقد وهذا زيتون نو هادي بصله شوف الاخوات بصله حتى هي من السما المهم وهنايا شنو هادي هادي مطيشه الاخوات المهم هادو دايرين لهم البنات اورو 79 بزاف هكا حاطين بزاف بزاف هادشي ديال الطاليان البنات حاطين هاد القريعات هادو الاخوات هادو راه دي صوص كيجيو هكا بحال شكل ديال البيشاميل البنات كديريهم في ليبات في اي حاجه البنات وكاين هاد الموديل هاد الاخوات هذا اللي القفاله ديالو صفراء هذا راه ديال الفرماج هذا صوص ديال الفرماج البنات كديريها هكا فوق ليبات فوق الكغاتان فوق فهمتوا البنات الثمن ديالها اورو 59 حتى هاد ليبات هادو تا هما لقيتهم ملونين شو الاخوات زوينين دايرين الثمن ديالهم اورو 99 فيهم 500 غرام كيجيو هكا فيهم لي كولور شو البنات زوينين كيف قلت لكم فكره زوينه هكا على حساب الوليدات نوعوا لهم شويه فريمون البنات كاين هاد الخبز هذا كيكون منسم هذا البنات كيكون منسم هذا باليزير كيكون منسم كاين هكا كيكون بالثومه فيه بزاف ديال لي موديل الاخوات كل شنو الكولي كيبغي البنات شفتوا الثمن ديالو اورو 19 الاخوات هون هذا حتى هو البنات شفتوا جابوه هكا فيه عصات سيدنا موسى فيه شو البنات بحال جاني فيه الخيار فيه كيجي هكا منسم البنات الثمن ديالو 2 اورو 19 البنات هذا وكاين هاد البنات هاد لاصوص ديال مطيشه البنات لاصوص مطيشه ديما مطيشه وعندكم البنات لي بات كيكونوا في الطاليان شي حاجه رائعه البنات المهم هذا كتجي صوص ديال مطيشه البنات الثمن ديالها 89 سنتيم ديال الطاليه الاخوات حاطين هاد لي بات هادو تبارك الله غون فورما كبار شو البنات هانتوما فيهم 500 غرام غير هو البخيل البنات ما عرفتش شنو هو هكا كيجيو كبار البنات شتو تبارك الله وصلت عندي وتشو هذا البنات شو الاخوات هانتوما كاتبين فيه كارطو ديال 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 الفخوماج البنات الثمن ديالو 2 اورو 9 هاد لي صوصيت هادو على حساب الوليدات شتو البنات كتجي هكا لهايه
وفيها مصاصات زوينه هكا على حسب الوليدات. المهم ثمن ديالهاش القروض 49 ديش حسي ما كيكونوش هادو البنات ديما مره مره كيحطوهم هكا دي فاش كيديروا اوفر سبيسيال. الحلوه هذه البنات عقلت على هاد البنات الا كانت هي هاي الاخوات قروض 99 بحال واحد كنا كناكلو هكا نقولوا المذاق ديال حر قصوص ولا ما لقيتش المذاق ديال البنات كيكون كتكون بحال هكا بالكحل ما عرفتش واش هي ولا لا البنات شتو كنا كناكلو وكيولي فمك كحل عقلتو على الاخوات. المهم الثمن ديالها اورو 99. بسكوي هذا الاخوات ديال السيترون ها هو بسكوي ديال السيترون فيه جوج باكي الاخوات الثمن ديالو جوج اورو 39. الناس هاد لاكام هادي الاخوات راه داروا ليها الروتور يعني ماشي جديد البنات. انا راني استعملت هذيك المره اللي جابوها راني استعملت الاخوات شي حاجه اللي فريمون البنات زوينه هكا ديال الرمان. شوف البنات وناتور هاي البنات شتو ناتور ما عندكم مناش تخافوا. شوفوا لي البنات البخي ديالها غير اورو 79. كاين هاد الكريم هادي البنات ديال اليدين هاهي البنات غير اورو 79 فريمون البنات وشي حاجه ناتور اللي ما غاديش تخافوا منها. كاين هذا الاخوات هذا جيل دوش هذا البنات هذا جيل ديال تدواش ها هو البنات حتى هو ناتور اورو 79. وكاين هذا حليب ديال الجسم هذا البنات حليب ديال الجسم الاخوات يعني شي حاجه ما عندكم مناش تخافوا البنات ناتور وديال الرمان. كاين هذا البنات كريم ديال الوجه هذا البنات بالحق ديال الليل هذا اللي كتشوفوا فيه هكا نص قرونه هذا البنات راه ديال الليل ديال الوجه الاخوات. البنات اللي كتشوفوا هكا نصها بيض هذه البنات ديال النهار ناتشيغ البنات كريم ديريها الوجه هكا هكا بالنهار فريمون البنات راها رخيصه كيف كتشوفوا الاثمنه البنات راها رخيصه. هذه الاخوات ديال النهار. وكاين هذا البنات ابخي شامبوان هذا الكريم ديال شامبوان البنات وهذا شامبوان هذا باش كتغسلي شعرك الاول البنات وهذا باش ابخي الكريم اللي كديري البنات الماسك ديال الشعر اللي كديري ابخي شامبوان شي حاجه البنات اللي رخيصه وطبيعيه البنات ما عندكم مناش تخافوا البنات شي حاجه اللي رائعه البنات. راه قلت لكم انا ديجا مجرباها البنات راه داروا ليها الروتور راه كانت وعقبوا جابوها الاخوات. كريم بوغ لا مان غير اورو 39 هاهي البنات شفتوا هذه الاخوات هاهي غير اورو 39 ماشي اورو 79 البنات جابوا هادو اعزكم الله هكا ديال الطواليت شفتوا البنات كيجوا هكا فيهم ثلاثه دير لهم اوف سبيسيال 4 اورو 99. هذا البنات هذا ديال الليمون فيه جوج اطرا الثمن ديالو 2 اورو 39 وحاطين هذا ديال البنات راه ناتشور البنات 100% يعني قال لك عصير 100% البنات هذه القرعه ديال جوج اطرا ديري ليها اورو 89 وحاطين هذه الطوفيطه هذه البنات شاصيات هكا فيها كيلو و 200 غرام ديال الطوفيطه البنات الثمن ديالها 4 اورو 99 ديري ليها 4 اورو 4 اورو كتجي على هذا الشكل فيها 10 البنات 4 اورو 29 وديرين هذا الاخوات دير بحال الشكل ديال الكليندر حتى هو كتجي فيه 7 البنات الثمن ديالو 3 اورو 19. لاصوص طوماط هذه اللي زوينه الاخوات راه دايرين لها غير اورو 29 البنات هذا هو الحل ديال المطيشه دابا ولات غاليه. عرفتي الاخوات انا راه خديت هذيك المره كنت خديت الكفته وكنت درت هكا لاصوص طوماط البنات ودرت الكفته هكا كواري في الطاجين فريمون البنات جاتني زوينه وتقدري ديري البنات اي حاجه. دابا البنات عرفتي المطيشه شحال دايره الكيلو راه غاليه هذا هو الحل الاخوات زعما فريمون مطيشه زوينه كاينه هذه كتجي من السما بالحبق البنات البنات راه خديتها راه زوينه وكاينه هذه البنات اللي كتجي هكا فيها هكا دي بتي مورسو ولكن كتجي مطحونه البنات الا بغيتي تنيليها تقدري انت تطحنيها فريمون البنات راه زوينه الا بغيتو تاخذوها مطيشه زوينه الاخوات ورخيصه فيها 720 ملي دخل البنات هي 700 علاش تما كتبين تما كتبين 720 ماشي مشكل الاخوات هي البنات فيها 7 المهم هي 720 بحال المهم راه سميتو راه زوينه البنات الا بغيتو تاخذوها. البنات بزاف ديال الكاطو دايره لي اورو 49 شو الاخوات هكا ديال الطاليان هذا البنات فيه 400 غرام دايره ليه اورو 49 كاين هذا الموديل هذا الاخوات هكا حلوه ديال الطاليان وكاين هاد لي طاح هادو البنات تبارك الله عرفتي حاطين بزاف ديال لي موديل هكا ديال كبار يعني لاطي ديالهم تبارك الله كبيره شو البنات هكا لي عشاق لي بات الخواتات بغيتو تاخذو حيت راه دايرين هاد السيمانه راه دايرين البنات كلشي اوف سبيسيال هادشي ديال لي بات وهادشي ديال الطاليان البنات الا بغيتو تاخذو فريمون راه شي حاجه اللي زوينه ما لقيتش الثمن ديالهم افيشي. تيراميسو البنات راه فيه 500 غرام هانتوما الاخوات 500 غرام الثمن ديالو 2 اورو 99 الاخوات راه باقي ناقصين منها 3 اطرا وكيبقاو لكم من 10 اورو 29 بقاو لكم 7 اورو 79 الاخوات نافورو 79 3 لتر الكورنيش البنات كيجيو هكا قريعات ديال الزاج
شورنات فيها 670 غرام، ديري ليهم من اورو 35، من اورو 50 غيبقاو لكم باورو 35. صوص هادو البنات شويه كاتبين فيها ناتشيغ هكا دي صوص. شوفوا اخوات ايوا فاهم سي باكا. البنات ديري لهم ناقص 29% من اورو 19 غيبقاو لكم ب 84 سنتيم. هذا البنات راه زوين صحي الاخوات، بالنسبه اللي عنده فقر الدم البنات كيجي زوين، كيجي حتى في لاصوب زوين البنات. دير فيه 450 غرام من اورو 77 غيبقى لكم اورو 54. وشيش البنات الحمص راه ديري ليه 5، كتاخذي 5 وحده كغاشوي البنات، كتاخذي 5 وحده كغاشوي. تجي الحك البنات راه ديري ليها 14% ناقص من 3 اورو 70 غتبقى لكم ب 3 اورو 18. خوات راه دايرين ليه 60% ستيغلو دوزيام، يعني الاولى فيه 200 غرام، الاولى كتاخديها بجوج الاورو 45، الثانيه كتبقى لك ب 98 سنتيم. الشوكولا البنات راه فيه 500 غرام، الاولى كتخلصيها ب 3 اورو 59، والثانيه كتبقى لك ب 50% غير اورو 89. البنات ديال كارتين واق ها هي البنات شفتو كيجيو فيها، كل باكيه فيها جوج ديال الباكي البنات، راه دايرين ليها جوج وحده كغاتكون البنات، جوج وحده غاتجو. القهوه هذه الاخوات راه ديري ليها يعني 60% سيغ لو دوزيام البنات، الاولى كتاخذيها ب 3 اورو 97، والثانيه كتبقى لكم باورو 59 البنات، فيها 16 كابس. هذه البنات كتباع هكا فخيش، شتو البنات فخيش هي البنات، فيها 250 غرام، الثمن ديالها اورو 76. الموتزاريلا هذه البنات فيها 500 غرام، شوف الاخوات 500 غرام ديال الموتزاريلا ديري ليها 5 اورو 49. هاد الزبده هذه كتجي هكا على هاد الشكل، هاد الاخوات هي ديال ايطاليا البنات، شوفات ما فيهاش الملحه بزاف، فيها كيلو البنات ناقصه في الملحه، الثمن ديالها 8.99. هادو ديغولي عامرين غير بالفرماج البنات، شوفوا الاخوات غير بالفخوماج، ها هي البنات شوفوا زوين هذا كيجي على هاد الشكل، هذا فيه 4 كديريهم 12 دقيقه في الفران، الثمن ديالهم 3 اورو 15. هادو البنات راه حوت، شو الاخوات كاين لداخل الحوت هكا باش لبغيت تصايبي لي بات ولا شي حاجه البنات بالحوت جابوهم، راه فيهم بزاف هكا ديال لي موديل. شو الاخوات كاين هذيك بالميخيونيس محار، شو البنات كلو بزاف ديال لي موديل ديال الحوت البنات، الثمن ديالهم 2 اورو 79. البيتزا البنات جابوا بزاف ديال لي موديل، ولكن الاخوات هذه حلال، هذه البنات غير ديال الفخوماج فار ديال كاتر فخوماج البنات، راه هي زوينه، الثمن ديالها البنات 2 اورو 29. تي بوار ديما كناخذها، راه ديما كنوري لكم هذه اللي كتكون البنات فيها ترونسبارون، الميكا ديالها ترونسبارون رائعه البنات، راه جيت ناخذها وبغيت نبارطاجيها معكم البنات. كيف كتشوفوا الثمن ديالها البنات هي 2 اورو فاصله 9، فيها كيلو البنات. البنات كاينين هكا دي بات هكا اللي كيكونوا فخيش البنات، شفتوا كيكونوا معمرين هكا، كيكونوا معمرين بالسبيناكاس، كيكونوا معمرين كله باش معمرينو البنات، بحال هذه ديال شوف فيها الفخوماج وفيها الحباق، فيها البنات الثمن ديالها اورو 49. المهم الاخوات كنتمنى يا ربي هذه الجوله تنال الاعجاب ديالكم، ما تبقوش عليا بجيم بارطاج الفيديو، واللي مازال ما داش ابوني دير ابوني، كنبغيكم بزاف، مع السلامه.